اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجوله الصحفيه الجديده والتي نطالعكم فيها مع ابرز ما نشرته الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. ونبدا هذه الجوله بصحيفه الاهرام ونطالع منها. الرئيس يقول: تحيه لرجال الشرطه حماه امن الوطن، تكريم اوائل الخريجين واشاده بتضحيات الشهداء العظيمه واسرهم. رئيس الوزراء يقول: الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات. شكري يهنئ الرئيس العراقي بانتصارات الموصل، ومعصوم يشكر السيسي لدعمه بغداد. وزير الخارجية يؤكد للعبادي استعداد مصر لمساعدة العراق على استعادة أمنه واستقراره. من جانبها كتبت صحيفة الأخبار: الرئيس يشهد تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة. السيسي لابنة الشهيد الحديدي يقول: احنا معاك وتحت امرك. 175 الف مكان خال لطلاب العلم في المرحلة الثانية و93 الفا للادبي. المؤتمر الوطني للشباب ينطلق الاثنين القادم. وزير التموين يقول: ارصدة السلع تكفي 5 شهور. اما صحيفة الجمهورية فجاءت ابرز عناوينها كالتالي: في اجتماع وزاري برئاسة شريف إسماعيل، 1,500,000,000 جنيه لمشروعات البيئة التحتية لحلايب وشلاتين. وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير عام المنظمة الدولية. الأمم المتحدة تقدر الدور المصري في مكافحة الإرهاب. والشكري يقول: متمسكون بتنفيذ شروطنا لاستئناف العلاقات مع قطر. وفد أمني بريطاني يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة. ومن صحيفة الشروق نطالع الخارجية: موقف الدول الأربعة تجاه قطر لم يتغير. مصدر أمني يقول: تحديد 6 شقق يستغلها أعضاء حسم في تنفيذ العمليات الإرهابية. رئيس الوزراء يقول: العمل بقانون تقنين الأراضي الأسبوع القادم. مذكرة تفاهم بين العدل واليونيسف لسلامة الطفل المصري. أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عناوينها: غدا آخر أيام تسجيل الرغبات لطلاب مرحلة التنسيق الأولى. القومية للأنفاق تقرر إنشاء نفقين منعزلين لتسيير الخط الرابع للمترو، الحفر بأعماق تصل لـ40 مترا تحت الأرض بشارع الهرم. النفقان يلتقيان فقط بالمحطات، و6 ماكينات حفر تعمل بالمشروع. الأرصاد تقول: درجات الحرارة تواصل الانخفاض اليوم، والعظمى بالقاهرة 35 درجة. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية ونطالع في رأي صحيفة الأهرام مقالا تحت عنوان: تضحيات رجال الشرطة. ويقول فيه الكاتب: يدرك الشعب المصري تضحيات رجال الشرطة والجيش من أجل التصدي للإرهابيين والمتآمرين، ويقدر هذا الدور العظيم في توفير الأمن والسلامة لجميع المواطنين. ومن هنا جاء تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض هؤلاء خلال حفل أمس. ومن المؤكد أن هذه الأوسمة والأنواط التي منحها الرئيس لأسر الشهداء والمصابين ليست إلا تعبيرا بسيطا من الرئيس شخصيا ومن الشعب المصري اعترافا بالجميل وتقديرا لهؤلاء الأبطال الذين لا تقدر تضحياتهم بثمن. ونتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية: مواجهات في 4 نصرة الحرم القدسي، والاحتلال يصيب ويعتقل العشرات. نفير وزحف لصلاة الجمعة على بوابات الأقصى. مواجهات عنيفة بين الشرعية والانقلابيين في الساحل الغربي. الحكومة اليمنية تحذر من أجندة طهران. إلى جريدة الشرق الأوسط اللندنية ونطالع منها: احتدام حرب الفصائل في إدلب، وأنقرة تلوح بالتدخل. قتلى في معارك استخدم فيها السلاح الثقيل، و10 قواعد عسكرية أمريكية في مناطق أكراد سوريا. وزير الخارجية الأمريكية يؤكد أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، ويقول إن داعش وحزب الله والنصرة أبرز التهديدات. ونتابع قراءتنا من جريدة الحياة اللندنية التي كتبت: مصر تحذر إسرائيل من عواقب التصعيد في المسجد الأقصى. نتنياهو يكشف تفاهما مع بوتين على ضرب قوافل حزب الله. تركيا تزيد قواتها في قطر قبل جولة أردوغان،
ومسؤولون يقولون ترامب يوقف برنامجا سريا لتسليح المعارضة السورية. ومن الصحف الكويتية نقرأ من صحيفة السياسة: البحرين ضبط خلية إرهابية مدعومة من حزب الله. رئيس الحكومة العراقية يكرم ميليشيات الحشد الشعبي ويرفع ميزانيتها رغم جرائمها. البرلمان الروسي يصادق على بروتوكول ملحق باتفاقية نشر قوات بسوريا. جريدة النهار اللبنانية جاءت أبرز عناوينها كالتالي: عائلات أعضاء داعش في الموصل تائهة تخشى الانتقام، والأمم المتحدة تؤكد أعمال ثأرية في العراق تستهدف المتعاونين مع التنظيم، غارة في سوريا ومقتل 30 مدنيا بينهم 7 أشقاء، الجيش السوري يسيطر على مزيد من حقول النفط في الرقة. الأحداث المتوالية في ساحات الأقصى ألقت بظلالها على مقالات الرأي، ولعل أبرزها مقال بجريدة الغد الأردنية الذي رأى أن الانتهاكات الإسرائيلية تكشف عن مدى تراجع نفوذ الدول الإسلامية على الساحة الدولية. وأضاف المقال: ما يجري بفلسطين والقدس اليوم ليس أزمة عابرة كما يعتقد البعض، بل هو محاولة إسرائيلية لتكثيف اللحظة وسعيها لقطف ثمار التفوق الاستراتيجي غير المسبوق الذي وصلته اليوم في ظل الانهيارات والانقسامات وخروج العراق وسوريا من الحلبة كمعادل وعمق عربي استراتيجي في الصراع مع هذا الكيان، حيث تجتهد إسرائيل اليوم لتمرير مخططاتها في الأقصى الشريف ولاحقا بكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يثير في النفس الأسى من الواقع العربي. ونتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قررت إنهاء برنامجها لدعم فصائل المعارضة السورية التي تقاتل قوات الرئيس بشار الأسد. 20 نائبا ديمقراطيا يقدموا مذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب مع تزايد المعارضة للرئيس الأمريكي. أما صحيفة لوموند الفرنسية فكتبت في عناوينها: رئيس أركان الجيوش الفرنسية يستقيل من منصبه عقب خلاف مع إيمانويل ماكرون حول استقطاعات في ميزانية الدفاع، الأمر الذي يشكل أول أزمة كبيرة للرئيس. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على بولندا لمحاولة الحكومة السيطرة على السلطة القضائية في البلاد، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات. ونطالع من صحيفة غارديان البريطانية: بنيامين نتنياهو يهاجم بشدة قادة الاتحاد الأوروبي ويؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيذبل ويموت حال عدم تغيير سياساته تجاه إسرائيل. بعثت الأمم المتحدة لحفظ السلام شرق الكونغو تغلق 5 من قواعدها بنهاية الشهر الجاري. وجاءت أبرز عناوين صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كالتالي: مفاوضات متعثرة في الأمم المتحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول فرض عقوبات جديدة على انتهاكات كوريا الشمالية. المحكمة العليا ترفض التماس دونالد ترامب لمنع تنفيذ حكم دخول أجداد الأمريكيين من 6 دول مسلمة. ونرصد من صحيفة البياس الإسبانية: متمرد أوكرانيا الموالون لروسيا يعتزمون إعلان دولة جديدة، والكرملين يقول تصريحات المتمردين بشأن إقامة دولة روسيا الصغرى مبادرة شخصية. منظمة الهجرة الدولية: 10,994 مهاجرا غير شرعي تم إنقاذهم من الغرق بالمياه الإقليمية الليبية الأسبوعين الأول والثاني من شهر يوليو الجاري. وننتقل إلى مقالات الصحف العالمية، حيث رصدت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية المأساة الإنسانية المتواصلة في الموصل حتى عقب معركة التحرير، وكتبت مقالا بعنوان قصص الرعب متواصلة في الموصل، وأضافت: الموصل تحررت من تنظيم داعش، إلا أن قصص الرعب ما زالت مستمرة فيها، مما يشير إلى اقتراب العراق من حرب طائفية جديدة يمكن أن تكون أكثر شراسة من ذي قبل. أكثر من 40,000 مدني قتلوا في معركة تحرير الموصل جراء ضربات جوية أو عن طريق الخطأ من قبل القوات العراقية التي كانت تحاول دفع التنظيم المتطرف إلى خارج المدينة.
فضلا عن وجود العديد من القتلى تحت الأنقاض. لكن الأمر الأصعب هو المأساة الإنسانية التي يمر بها سكان المدينة القديمة، خاصة أن العديد منهم فقدوا بيوتهم وأعمالهم بعد تدمير جزء كبير من الموصل. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الجولة الصحفية، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.